جوري هي انتي؟ ايه اختي؟ يلا اختي تعي بسرعة. في شي مسعودة؟ توليب خانم اذا اليوم ما عرفت بقصة ينال اكيد بكرة رح تعرف، ما هيك؟ بس شو رح نعمل وقتها؟ اكيد جاهدة خانم بتكون اتصلت فيها، مو كنتي عندها ما قالت لك شي؟ بنوب هي نامت من بكير لهيك ما شفتها. لك والله انا مليت وطقت روحي من القعدة على اعصابي. يولا ادعي لربك انه توليب تحن علينا وما تنزعلنا حياتنا، يعني بس لبين ما يطلع بابا من السجن. ما بدنا حنية الخانم، كان لازم نحمل حالنا ونمشي من هون. ليش لساتنا عايشين هون وقبلانين؟ ما عم بفهم. ييه عن جد جنة البنت، العمى شو ناكرة للمعروف. شو صاير معها؟ أنا قايمة شوفها. أختي اسمعي، خلي عيونك على جوري، إذا بضل عقلها هيك رح تعملنا مشكلة، عم تفهمي ما؟ تعلمت الدرس، انتي لا تاكلي همها. لا ما بظن بنوب، حكيتوا علي كتير بس شفتي طلع يلي عملته ولا شي قدامها، حتى بابا محبوس هلأ بسببها. اختي بس ما تكون توليب خانم حكت شي ضايقك، ليكون تصاميمك ما عجبوها. اختي شوفي احكي يلا. انا شفت عمر مع توليب. كيف يعني كيف شفتيهم؟ طول الوقت عم فكر كيف بدي راضي السيد عمر وهو مع الخانم، عم يبوسوا بعضهم. عم تحكي جد؟ شفتهم بعيوني سيلين. والله ما عم صدق هالحكي. طيب هن شافوكي؟ ما كانوا بوضع يسمح لهم يشوفوني وانا هربت فورا. خلص اهدي. لك انا رح طق من هالشي، كيف تغابيت كل هالقد وصدقته؟ جوري انتي ما تغابيتي، هو ما بيستاهلك. كنت غبية لما صدقته، لما قال لي انه ما كان عايش قبل ما يعرفني صدقت، ومجد نبهني قال لي عم يتسلى معك وبالاخير رح يتزوج الخانم. نعم اذا صح. لك انا كيف كنت غبية كل هالقد؟ ما بتتخيل قديش بكرهك. ورح دفعك الثمن غالي. أول موعد لحضرتك الساعة 11. قولي لي كيف وضع البيت يولا؟ من أي ناحية دكتور؟ يعني قصدي كلكم رايقين هالفترة؟ لأنه من زمان ما شفت لجوري، قولي لي كيفها؟ إيه الحمد لله، توليب خانم مغرقتنا بكرمها وكلنا مناح، وجوري مبسوطة ويمكن رجعت تحكي مع مجد. كيف يعني؟ ما عندي علم بنوب، لأنه أنا ما سألته، بس يعني شو بعرفني؟ أنا هيك حاسة عمر بيك. أنتِ شو عم بتقولي؟ بعد كل شي صار بيناتهم؟ لو تعرف حضرتك هاتنين شو مرق على راسهم بهالعمر. المهم هلا بتأمر بشي؟ روحي. فقدت أعصابي وما تحملت. جوري انت مامي على عيونك لأنه ما عاد شافوا الصح. لنفرض إني ميت أو مو موجود أصلا، معقول ما بتفكري بعقلك؟ أنا كمان ما كنت عايش قبلك. توليب خانم وعمر بيك على الصفحة الأولى بالجريدة، كانوا مع بعض وقضوا ليلة رومانسية ورايقة بالمطعم. يا عيني
صباح الخير. ما فيني بعد عنك. شو عم تقول انت؟ اكيد ما عم تفكر انه نصير اصدقاء. وليش حتى ما فكر؟ مجد انت اكيد جنيت. نسيت انك خطفتني وحطيت سكين على رقبتي وضربتني؟ عيشتني كابوس رسمي وجاي تقلي نصير اصدقاء بعد اللي سويته؟ صحيح خطفتك، بس أذيتك شي؟ أذيت حالي إذا بتتذكري، بعدين لا تنسي. أبوكي أنت كان السبب بموت أبي أنا. عاتبتك على هالعملة أنا؟ ها؟ تخليت عنك أحكي؟ مرحبا. أهلين عمر بيك. يا ترى جوري موجودة؟ مجد حل عني، أصلا خلاقي بروس مناخيري ومالي خلق للأخذ والعطا تبعك. ايه تكرمي، بس بدي يا جوري تتفرجي على الصور اللي أخذوا لي اياهم. شوفهم وبتمشي. ماشي. جوري، في مجال نحكي شوي؟ في عندي شغل. ما بعطلك بس دقيقة. عم بسمع. أقول لو حدنا عن جد عندي شغل، وإذا حضرتك جاي لعند طوليب خانو ما بتعرف وين مكتبها. سمعت شو قالت لك؟ أصحك تتدخل. يا سيدي رح اتدخل، يلا فرجيني شو بدك تعمل. لك شو عم تعملوا أنتو؟ روح على شغلك. دقيقة واحدة بس. نعم جوري. شوفي أنت. شوفي بصراحة، أنا ما عم بفهم شي من تصرفاتك. شو صار لك؟ قيمتك عندي مختلفة كتير عن قيمتي عندك، وشفت هالشي بعيوني. كان لازم يصير هذا الشي مشان يرجع عقلي لراسي. لو سمحتي، أنا ما عم بفهم ولا كلمة من الشي اللي عم بتقولي هلأ جوري. ممكن توضحي لي كلامك شو بتقصدي فيه بالضبط؟ ليش في لزوم لحتى أوضح أكتر؟ كل شي صار واضح. كيف يعني كل شيء واضح؟ جوري ليكي، انت طلبتي تنفصلي عني، وانا احترمت طلبك مع انه سخيف كتير بالنسبة لي، بس تصرفاتك وبعدك هي مو انت. شو اللي صاير جوري؟ انا اللي عم بسأل حالي شو اللي صار. عمر بيك، حضرتك بتكون صديق الخانم وانا بس موظفة هون، مو اكتر. خربطت حياتي بما فيه الكفاية، لو سمحت لهون وبس. جوري، طلق.